قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المذكور هنا من المخلوقات الجن والإنس، فلما لم يذكر بقية المخلوقات؟ فالجواب أن الجن والإنس مكلفون، بينما الملائكة فقد ذكر عز وجل في آيات كثيرة أنهم لا يعصون الله، في مثل قوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قوله تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما بقية المخلوقات بعد الملائكة فقد قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقد كان الحجر يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.